بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد انخفاض أعداد مصابي الفيروس الحالي، الحمد لله والشكر لله، ربنا يشفي المرضى جميعا. في إجراءات جديدة الحكومة المصرية اتخذتها، تعالوا نشوف مع بعض إيه هي الإجراءات الجديدة للتعايش مع الوباء الحالي. أول حاجة، استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد العيد في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية. يعني لسه الشواطئ هتفضل مقفولة وحتى طول فترة العيد، وبعد العيد ممكن يبقى 50% بس هما اللي يدخلوا الشواطئ. الكلام ده برضو للحدائق والمتنزهات. استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يمثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام لحد الساعة 12 بالليل. يبقى كل ده هيفضل فاتح، الكافيتيريا والقهوة والمطعم والمحلات هتفتح لحد 12 بالليل. غلق المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية، المولات هتقفل الساعة 10 مساء. زيادة نسبة الإشغال لتصل ل 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافيتريات والمقاهي، بدل ما كانت 25 بقت 50%. أما المسارح والسينمات لا تزيد نسبة الإشغال عن 25%. الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون الحد الأقصى 50 شخص فقط. دي كانت أبرز الإجراءات اللي الحكومة المصرية تتخذها إن شاء الله من اليوم.